guys, what is up? Where's my pisser back again with another video reaction, match reaction, our Ittihad versus our Khaleej. Don't keep you guys waiting for too long. Hands busted. Let's get the video started. Tres, dos, uno. Vamos. Yeah, I've got a broken hand, guys. My hand's broken. Long story. Let's go. Bro, I always keep on saying I'm going to get the kick. I just can't find that guy. أحبتي مشاهدينا متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذه الجوهرة المشعرة في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بعروس البحر الأحمر جدة نحن هنا في غرب المملكة العربية السعودية جدة تستضيف الخليج بتواجد الاتحاد هنا وحينما يحضر الاتحاد هنا فهنالك الكثير من العشاق والمحبين من يحضرون ويتواجدون لمشاهدة فريقهم معشوقهم في هذا اللقاء وفي هذا الموسم ولديهم الكثير من التطلعات والأحلام التي يتمنوا تحقيقها هذا الموسم الاتحاد أمام الخليج وجها لوجه يا لها بالمباراة بالتأكيد صعبة على الخليج تحديدا الضيف الذي يأتي من الساحل الشرقي والذي يتواجد هنا القادم من سيهات من أجل أن يظهر بنتيجة إيجابية على أقل تقدير بيدرو مانويل أمام اللي كان معاه حمد الشبراني والعرضية البحث عن حمد الله الكرة الأولى I'd love to clap, but my hands. That's the goal. See, yeah, that's a goal, fam. That's a clean goal, fam. These guys, bro. Yeah, that's a trail goal. What's the decision about, though? There, three of them. Boom. Yeah. Go. Abdelazak, fam. The deed's already started, fam. He's already started. What's an header? What's an header, fam? He was so free. Bro. Look at it. Again, it's just like the slightest things that it does, like the little slight movement. Like, watch what it did to lose the guy in front of him. That's why he had a free header. Man just went boop, boop. Nah, that, yeah. Like, it's just the little slightest things that it does, like the slightest movements, which is really good. Watch. He's there, all the red boots. Goes forward, goes backwards. Bro. It's literally the smallest movement that this guy has, fam. It's sick. It's good. مع الخليج بالنسبة للحارس البرازيلي من كل مكان يظهر من اليسار هيلدر كوستا عرضية جذبات عنده أن يكون مقاتل الاتحاد في المحور لازم لا 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 الله الله إلى هيلدر كوستا شوف حمد الله يتلاعب بالرقم 8 اللي هو أهداف هذا الموسم لم يسجل في الجولات الثلاث الماضية لكنه يبحث عن إسعاد عشاقه ومحبينه والحاضرين في مدرجات ملعب المباراة شايفين الحضور اللي أمامكم تقريبا بيعت أكثر من 20 قلب الدفاع يتوسط قلبي الدفاع إلى عبد الرحمن ما فيها تسلل العبود الانتي الله العبود متسلل الآن متسلل الكرة عدت سليمة من أمام مرمى الخليج كرة إلى حمد الله عبد الرزاق يلعب على لاعب مررها روما الله شوف بسكورينج
should be scoring. Look at the goalkeeper's reaction as well. He should be scoring. Did you see the goalkeeper? Watch him again. Watch. Look at the goalkeeper. Yeah, bro. That should have been a goal. The goalkeeper celebrated that one because he knows. He knows, man. Bro, how hot is it right now in Saudi, fam? Because like a few weeks ago when it was like 30 degrees in England, I messaged NBA and I sent him like a screenshot. I was like, bro, like here it's like 30 degrees, and then he sent me like the weather was like in Saudi, it's like 44 44 46 45, bro. Like, how hot is it now? Because I'm pretty sure that these guys are doing the drinks replenishment right now. نصف الساعة الأولى من شوط المباراة الأول. أجواء برطوبة عالية طبعا, أجواء بدرجة حرارة مرتفعة, وفي سبتمبر دائما الأجواء بالرطوبة الرطوبة العالية الرطوبة لم يقد مباراة بوكا وريفر الأخيرة في الدوري الأرجنتيني, لكن مساعدينه الأول والثاني هم من كانوا متواجدين في مباراة بوكا وريفر. التحولات استلم حمد الله, دوغلاس خلصها وكاد أن يسجلها في مرمى, عدت إلى كورنر, كرة دوغلاس فريدريك, التغطية من حمد الله, الاستلام أولا, الإبعاد ثانيا, الكرة كان فيها صفرة من حكم المباراة, هل احتسبها كورنر ولا احتسبها خطأ لحارس المرمى البرازيلي. فرصة كبيرة لمصلحة الاتحاد. شوف حمد الله الشمراني, شوف هذه في الصورة الأمور حتى الآن في الشوط الأول يا بيدرو. ماذا عن ما تبقى من هذا الشوط؟ تتكلم بتاع الخطأ لمصلحة الخليج. الكرة مارسيلو جروهي, صافرة موجودة وخطأ لمصلحة الاتحاد. صافرة موجودة الشمراني تقدم وعنده وراح وعرضية بتتخلص إلى ركلة ركنية للاتي. حمد الله, شوف الكرة باتجاه عمود, لكن دوغلاس خلاص ترى الأكل خطير. الانتي يلعب بالنار, لكن حجازي بالثقة العالية الآن. حجازي وكرة, ياه تأخر فيها ولكن لازالت خطورة قائمة, والتسديدة فيها صافرة من المباراة. رابالينتي للخليج هذه الرأسية من النيجيري اللي هو أرتوري, ارتقى عاليا, حتسبب لك كثير من الإصابات العضلية. شوف هذه ثاني إصابة عضلية لمين؟ كوستا راح يغادر بسبب إصابة عضلية أيضا. Three guys, man. That's back from all the guys in Costa. سلامات إن شاء الله. خلاص كذا رونو سانتوس حمد الله لا زالت عبد الرزاق استلم ودور. لا يا مجنون, ظهر الجوهرة في الجوهرة, فاهم؟ ظهر الجوهرة في الجوهرة. Look at that, bro. Like the finish, fam. Come on. How many guys? There's one, two,
three, four dudes, bro, trying to block. Wait, okay. It's not even four. It's four, bro. There's one, two, three, four, six guys, bro. Six guys, and he still manages to beat the guy on the line in the near post. Bro. Fam. That's like eye of the needle stuff. Like, that's like proper. Fam, that's. Okay. The keeper's trying to appeal for it because he's saying that he might have caught it if he used his hands. Because he came up with the foot. Let's see. And then there's a game at the end. But guys, that's been the video, bro. Like, alhamdulillah, two goals. I'm pretty sure, like, those are the goals that he scored, like, this season so far. The first two goals, because, like, the season is literally about, like, four games in. But yeah, bro, international break up next. I'm pretty sure that the next game is against Al Nassr on October the 2nd. That's when United play Man City. The amount of games that will be played, like, in 2 weeks' time, will be nuts, you know. But yeah, I'm looking forward to it again. Hamdur playing against Al Nassr. And the injuries too, that Al Ittihad like had this game, like Romarinho's injured. Helder Costa's injured and Hegazi was injured, but he actually stayed on. Romarinho and Helder Costa, they actually had to come off because of injuries as well. And I want to see how bad the injuries are. I mean, maybe it's just muscular, because with Helder Costa, like he was holding his knee. Maybe it's just like hamstring injury, so he might be out for like what, 2 weeks, 3 weeks. And by the time that he comes back, the league would continue again with the game against Al Nassr, guys. But that's been the video reaction, guys. Of course, like I can't these are the best videos that I generally try to find for these match reactions, because if I try to get them from the from the main channels, they do get blocked in there, and I have like a copyright strike from. I learned it from previous experience, guys. But yeah, if you've got any thoughts, comments, or concerns, do comment down below. I'm always very active down it in the comments in the end. If you got a video request down below, I'll do it for you as the usual. But guys, I've been pleased in reacting to Al Ittihad versus Al Khaleej, guys. Alhamdulillah, bro, again, like, this guy too lethal. I'm signing out, keep it real, peace.